كده كمان الالتراس هنجي بتفتح للالتراس بالليل ولا اسم حضرتك؟ لا انا فكره انا جاي برده بحث على الحقيقه برده او بحث طوق ماله ونفتح الحقيقه اتفضل يا بيه فرحه كده زمان ممكن اجاوب يا جماعه قول انت جاي معتصم ليه النهارده شايف الخيمه وشايف الشهيد خالد سعيد ليه لان الشهيد خالد سعيد رمز شهيد مش بس خالد سعيد اللي عندنا الرمز بتاعنا هو شهداء شهداء الثوره يعتبر تقريبا لا يقل عن 2000 شهيد لحد دلوقتي تمام لسه اولهم واحد ميت زميلنا اسمه محمود المصري كان مصاب ضرب ومات فين والعزب بتاعك في مرمى مكرم مات امبارح يعني عندنا لسه شهداء بتتكرر موجودين معنى كده ان احنا لسه في ثوره لسه في حرب لسه لحد دلوقتي مش عايزين يكملوا الثوره مش عايزين يعترفوا بيها يبقى الثوره هتتم زي ما بدات هتكمل ان شاء الله ان شاء الله لان احنا موجودين مش هنسيب البدايه فاهم عملت الشرطه في هم دلوقتي رجعوا لمسرحيه هزليه عملوها الاول وبيكملوها المسرحيه الهزليه بدوها يوم 28 وقاية الجمل منزل جمال وحصنه وبدا يضرب في الناس واستغل مجموعه بلطجيه لا الموضوع بيتكرر تاني دلوقتي بس بتحديث شويه ما بقتش البلطجيه على جمال وحصنه لا ده بقى زي امن مركزي يعني المصري يقول ما حد شافها فيها عسكري ماسك سنجه وسيف تخيل عسكري داخل يؤدي دوره في البلد بسنجه وسيف لما العسكري داخل كده امال احنا مدنيين نعمل ايه؟ عسكري داخل كده امال المدني يعمل ايه؟ طب المطالب بقى المطالب في اجازه مطالب محاكمات عادله لكل ما تسبب في هذا بالاضافه للناس اللي افسدت في البلد على راسهم النظام المخلوع بقياده المخلوع باراده الشعب محمد حسني مبارك تحاكم على ايد انه ادى نفسه شرعيه انه حاكم نفسه في التحرير يحاكم نفسه في التحرير ملهاش اي ذنب الناس كان عندها 70 80 سنه والطفل اللي عنده 8 سنين والشاب عنده 30 سنه بيتقتل بدون اي ذنب وودي نفسه شرعيه بالقتل ودلوقتي احنا مش عايزين نعترف بالشرعيه بتاعتنا احنا ان احنا نحاكم احنا ما قلناش انتوا اعدموه قالوا لنا احنا نجيبه نقطعه لا حاكمه بحكمه عادله علنيه قدام الناس بلاش تاجيلات وطماطم الناس بقت تمل خلاص المسرحيه بدات تتكشف وبعدين هو مأجل قضية حسني مبارك ليوم 3/8 ويوم 3/8 معروف ان اجازة القضاء في شهر 8 وهم اجازتهم شهرين يعني انت اجلت كده برضو القضية بتاعت حسني مبارك لشهر 10 فازاي انت كده بتقولي معنى كده ان انت بصريح العبارة الناس دي مش هتتحاكم وحسني مش هيتحاكم انا عن نفسي واحد من ضمن الناس اللي اعتصموا بسبب حاجة واحدة ان احنا مطالبنا اللي طلبناها في اول الثورة لحد دلوقتي اتحقق منها جزء والباقي لم يتحقق وعندنا احساس ان هو مش هيتحقق طول ما احنا مش موجودين في الميدان فرجعنا الميدان تاني عشان مطالبنا تتحقق انا دلوقتي بطالب بحاجة واحدة ومطالبنا مش هتتحقق غير بحاجة واحدة اسقاط المجلس العسكري لان هو ده النظام السابق بس على بطريقة جديدة بطريقة فساد جديدة غريبة شوية علينا بس لازم يسقط عشان يحل العدل والامن والامان فعلا في مصر مش هيبقى موجود غير باستقالة او بإطاحة المجلس العسكري من على الحكم البديل ايه بقى؟ البديل في حاجة اسمها مجلس رئاسي مدني مجلس رئاسي مدني يحكم البلد في دستور هيحكم ممكن احنا نشيل المجلس العسكري نحط مكانه قائد المستشار قاضي المحكمة محكمة الاستئناف تتعمل انتخابات نظيفة نزيهة هيبقى في دستور هيبقى في رئيس وهتعدي البلد بأمن وأمان لأن الشعب هو اللي بيحمي نفسه مش الداخلية ومش الجيش شكرا صرف النظر بقى فيه احتقان لدى الناس ناس حست إن هي كده ما عملتش حاجة يعني مجهود 6 شهور أنت بتضيعهولي أنا بقالي 6 شهور طلعت منهم 25 لحد دلوقتي الناس بتقول كده بقالي من ساعة ما طلعنا من 6 شهور تقريبا وإحنا بنشوف كل يوم حاجة جديدة وبنسمع حاجة جديدة عايزين نغير بجد في البلد نغير مش كلام 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 بلاش نقول قوالين يعني انت بتطلع لي بقرارات قرارات قرارات بس تنفيذ مفيش ما بتدينيش تنفيذ ميا ما بتدينيش تنفيذ ما بتنفذش بصي ماما منى انت طلعت قلت لي اخر قرار عندك قرار حل المجالس المحليه ده قرار متاخر جدا طب ما انت عارف من زمان ان المجالس المحليه مايك عايزه مايك شكرا مايك معيش